بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة لفت انتباهي حديث مهم جدا ربما كثير منا لم يسمع عنه يحدثنا عن أهمية الاستغفار أن تجد في صحيفتك يوم القيامة استغفارا كثيرا كلنا أيها الأحبة سيقف بين يدي الله كلنا سيقرأ كتابه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كلنا سيجد أعماله حاضرة أمامه وكأنها تتم الآن أنت الذي تكتب الكتاب الذي سيعرض أمامك يوم القيامة فالنبي عليه الصلاة والسلام له حديث عجيب جدا يقول فيه طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا صلى الله عليه وسلم، ما معنى هذا الحديث؟ يعني أنت اليوم أخي الحبيب إذا ذهبت لتبني بيت مثلا، وذهبت وتفاجأت بأن هناك أثاث ومتاع وتكنولوجيا في هذا البيت مريحة جدا، تفرح وتسعد بأنك وجدت شيء جميل يريحك. اكثر ما يريحك يوم القيامه ان تجد اشياء حسنه اعمال صالحه في كتابك، لان هذا الكتاب سيحدد مصيرك اما الى الجنه او الى النار. اذا اوتيت كتابك بيمينك هذه الصحيفه اذا اوتيتها بيمينك ستكون من اهل الجنه، واذا اوتيتها بشمالك او من وراء ظهرك ستكون من أهل النار والعياذ بالله لذلك يجب أن تملأ هذا الكتاب بالأعمال الصالحة طيب النبي عليه الصلاة والسلام دلنا من خلال هذا الحديث على عمل أو على قول أو على ذكر أو على دعاء من أهم الأعمال طوبة يعني طوبة هنا تعني الجنة والفرح والسرور والطمأنينة والفوز والنجاح كل المعاني الجميلة التي تتخيلها في هذه الكلمة طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا طيب هل النبي طبق ذلك؟ نعم النبي كان يستغفر الله في اليوم ويتوب إليه أكثر من مئة مرة كل يوم وهو رسول الله وهو اعظم مخلوق على الرغم من ذلك كان يقول افلا اكون عبدا شكورا التوبه الى الله والاستغفار هو نوع من الشكر نوع من المعذره الى الله لان كل لاننا كلنا نعصي الله سبحانه وتعالى كلنا نخطئ كلنا نغفل عن الله فعندما تستغفر الله كثيرا اخي الحبيب سوف تجد ان هذا الاستغفار له فوائد كثيره في الدنيا قبل الاخره ولكن في الاخره فوائد اعظم بكثير. سيدنا نوح عليه السلام ماذا قال؟ قال فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. يعني اول شيء تضمن مغفره الذنوب. والله عز وجل اذا غفر ذنوبك ورضي عنك سيرحمك. سيرزقك، سيحفظك، سيشفيك، سيهيئ لك اسباب العلم واسباب الرزق واسباب الحمايه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، اذا هذا رزق ويمددكم باموال رزق وبنين رزق ويجعل لكم جنات هذا رزق وانهارا رزق اليوم العالم يجا... ي... يعاني من جفاف الانهار ي... يعاني من نقص المياه <applause> لان عدد مستغفرين قل كثيرا اين نجد الاستغفار اليوم يعني في القنوات الفضائيه وفي الاعلام العالمي من يذكرنا بالاستغفار للاسف قليل جدا لذلك اخي الحبيب انا اريدك ان تتبنى و يعني تقوم وتتبنى ثقافة الاستغفار، ان تكون ثقافة يعني عمل يومي يعني منهجك يوميا ان تستغفر الله منذ ان تستيقظ بعد الصلوات في اي لحظة وانت جالس وانت ماشي وانت في السيارة في الطريق في وسائل النقل وانت في العمل ان دائما قل استغفر الله استغفر الله العظيم واتوب اليه وهكذا اكثر من الاستغفار لتجد هذا الاستغفار في صحيفتك يوم القيامه وفي الدنيا الاستغفار هو مفتاح الرزق على فكره اهم مفتاح من مفاتيح الرزق هو كثره الاستغفار لاننا كما قلت مليئون بالمعاصي فنحن قبل ان نطلب من الله ان يكرمنا ويرزقنا الصحة والعافية والرزق وكذا يجب أن نطلب المغفرة أولا يعني أنت إذا أسأت لإنسان ثم ذهبت لتطلب منه المزيد من المال لا أولا تطلب منه أن يسامحك ثم تطلب منه ما تريد لذلك أحبتي في الله أذكركم بهذا الحديث أرجو أن تحفظوه وتكثروا من الاستغفار فالنبي عليه الصلاة والسلام قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء المستغفرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.